يسعد أوقاتكم. اليوم رح أعمل بسكويت ما في ألز منه. أول شي شكله بجنن، وتاني شي سهل تحضير بشكل وبعدين اقتصادي. اسمه أنا سميته بسكويت القلوب الحمر. بدنا بيضتين بدرجة حرارة المطبخ، ظرف فانيليا أو برش ليمون. هي الأصل برش الليمون، بس نحنا ما منحب يعني بالعيلة البسكويت بالبرش الليمون، منحبه دائما بالفانيليا كل الحلويات. ومنضيف نصف كوب من السكر ومنخفق شوي مشان يدوب السكر. بعد شوي يعني شي نص دقيقة منضيف نصف كوب من الزيت النباتي. إذا هاي الوصفة أو هذا البسكويت ما بده زبدة، وبالرغم من هالشي بيطلع طيب وما أحلى. إذا نصف كوب من الزيت النباتي منحركهم هيك شوي، بعدين منضيف كوبين ونصف الكوب من الطحين متعدد الاستعمالات. هلأ منضيف ملعقة صغيرة أو 8 غرامات من البيكنج باودر، ومنضيف رشة صغيرة من الملح. إذا هدول بالغرامات الطحين هنن 340 غرام. إذا هلأ دغري منحاول نشكل العجينة دغري بتتشكل، لأنه المقادير كتير مزبوطة وهي رائعة جدا دغري، ما بتلزق ولا شيء ما أحلاها. دغري بتتشكل، لما تتشكل منحاول نشكل كرات متساوية الحجم. منجيب صينية الفرن منمد بأسفلها ورق الزبدة أو مندهنها بالزيت النباتي. هلأ أول شي حاولت أنا بالنظر أعملهم كلهم كرات متساوية الحجم، بعدين خطرت لي فكرة أنه ليش ما بجيب الملعقة المعيارية تبع الكبيرة ما الصغيرة، وهيك يعبي فيها مشان يطلعوا كلهم قد بعضهم. يعني حلو البسكويت يطلع هيك كله مثل بعضه كأنه هيك جاهز جايبينه، فكتير زبطوا هيك أحلى وأزبط. لما نشكل الكرات منجيب إما كأس كوب أو كوب زجاجي أو مثل ما نكون شايفين ستيلس، ما يكون منشان يكون أملس من الأسفل، وهيك نضغط عليهم منشان يصيروا كلهم بحجم بعض. وبعدين مثل ما نكون شايفين بالسبابة تبع اليد منشكل القلوب، سبابة اليمين وسبابة اليسار. شايفين ما أحلى هون؟ كتير كتير ظراف دغري بتشكل قلبه، بعدين منعبيه بمربى الفريز أو مربى الورد. هلا أنا ما كان خاطر على بالي مربى الورد نهائيا، هي الوصفة بمربى الفريز، بس اشترينا علبة على أساس أنه مربى الفريز، قامت مش وصلت على البيت تفاجأنا أنه مربى الورد. بس هي للأمانة لونها أحمر بجنن، وكمان طعمتها طيبة. إذا إما مربى الفريز أو مربى الورد، المهم يكون شيء أحمر، يعني ما يكون هلأ إذا في مربى المشمش ما في مشكلة يكون لما القلب أصفر أو برتقالي، بس يعني هاد مدلوليته شكله يعني أحلى. تمام، ليكم أحلى هون، هنون بيضوا القلب أحمر بعقده. حطيتهم بالفرن، مشغلته على درجة حرارة 170، وحطيت الصينية بالوسط وشغلتهم. ما بيضلوا ربع ساعة، يعني ديروا بالكم كتير دغري بيستو. ما شغلتهم من الأعلى غير آخر شي دقيقتين ثلاثة، حتى تاني صينية كانت مقطوعة الكهرباء ما شغلتهم من فوق نهائيا، واستووا ما أحلاهم. تمام، إذا شوفوا ما أجملون وما أحلى تشكيلهم وما أسهل هالوصفة تبع البسكويت. أول مرة بشوف بسكويت بهالسهولة هاي وبتشكل بهالسرعة هاي. إذا هي أسهل هي الطريقة، نعمل كرات ونضغطهم أسهل ما نمد العجينة ونقطعهم بقطعة البسكويت وكذا. صح بيلزقوا شوي بأسفل الكوب، بس ما كتير دغري بينقاموا. يعني أنا حاولت مثلا دهنت كل الكرة بنقطة زيت مشان ما يلزقوا بأسفل الكوب، ما استفدت شيء. الطحين ما بدي مشان ما يطلع البسكويتات كتير ناشفين، هنن لأنهم ما نهم بالزبدة شوي بيلزقوا بأسفل الكوب، بس دغري بينقاموا ما في مشكلة. إذا هون بعد 10 دقائق أو ربع ساعة شوفوا ما أجملون وأسفلون ومن فوق بعقدوا العادي، عن جد عن جد خارقين جدا جدا، رغم أنه مثل ما شفتوا كتير اقتصادية ومكوناتها بس طيبة وشكلها رائع جدا. فيكن ترشوها بالسكر البودرة لما تطلع من الفرن وتقدموها هيك، إما للضيوف أو لأولادكم أو لعيلتكم. لألكم ليش نحن ليش شو يعني ناقصنا كتير طيبة. أنا كتير تشجعت إني عيدها مرة تانية، وبدي عيدها كمان ببرش الليمون بالفانيليا، بتعقد يعني بنكهة الفانيليا، بس كمان بدي جربها بالأصل يعني هي ببرش الليمون. بس صدقا أنا يعني كتير حبيتهم وكتير سهلي، أسهل وصفة بتمرق علي أبدا، رائعين جدا جدا. بتمنى تجربوها، وبتمنى يعني تكون نالت إعجابكم. وألف صحة وهنا مني، أنا هنا.